زينة محمد وش السلام عليكم. رجعنا لكم من جديد في هذه المباراة ديال نصف نهائي الدوري السنوي، الجائزة الأولى المقامة هنا بملاعب نادي اتحاد السلاوي للكرة الحديدية، واللي كتجمع ما بين تريبليت نادي لايسين بي وتريبليت ستاد المغربي. هذه بجوج ديال النوادي كينتميو إلى عصبة الوسط. عندكم التشكيلة ديال كل ثلاثية، عندكم تشكيلة ديال كل ثلاثية. بالنسبة لنادي الصطاد المغربي كاين تريبليت المسلمي، مبدر البكاري وأمين الحوض، تريبليت نادي لايصينبي دريس الشاوي أفخاري وربيع. دي مباراة ديال نصف نهائي الدوري السنوي المقام بملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكره الحديديه عصبة الوسط، والنتيجه 0 لبيتلي ما بين تريبليت المسلمي وتريبليت دريس الشاوي. محاولة ديال ربيع اللي غادي يضرب كرة، ضربة ديال ربيع موفقة كيخرج كرة. بيتون كاس فيه خويا يوسف صغير تقصى خسر في الثمن النهائي. هذه بدايه ديال نصف نهائي الجائزه الاولى اللي كتجمع ما بين تريبليت نادي لايسين بي وتريبليت ستاد المغربي هنا بملاعب نادي الاتحاد السلاوي.
الكرة الحديدية بعصبة الوسط نتيجة سلبية لحد الآن. هذه الجولة الأولى اللي كانت جرى ما بين ثلاثية ديال المسلمي من نادي ستاد المغربي وثلاثية ديال دريس الشاوي من نادي لايسين بي. ديربي رباطي 100%. ضربة ديال دريس الشاوي موفقة تخرج كرة إذن ثلاثة ديال النقاط لصالح تريبليت دريس الشاوي. إذن 3-0 لصالح تريبليت دريس الشاوي في المباراة ديال النصف النهائي. الجائزة الأولى إذا النتيجة فهي 3-0 لصالح تريبليت دريس الشاوي في المباراة ديال النصف النهائي دوري السنوي المنظم من طرف النادي الاتحاد الرياضي عصبة الوسط. الضربة ديال الأمين الحوض ضربة موفقة تخرج كرة مرة أخرى دريس الشاوي. كرة ديال بدر بكري تيربح بها البوان. أنطوني الأفقيري اللي غيضرب كرة. ضربة موفقة ديال الأفقيري تخرج كرة. بوشون تيتحول. Thank you.
كرة ديال الغابية تبقى ناقصة. الثلاثي ديال المسلمي بدر بكاري وامين الحوض من نادي ستاد المغربي اللي كيلعبوا هذه المباراه ديال نصف نهائي الجائزه الاولى هنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي كونتر تريبليت ادريس الشاوي افقيري ورابع من نادي ليسينبي كذلك ثم من عصبه الوسط المحاوله الثانيه ديال رابع ربح البواه عن طور ديال امين الحوض من الحوض في محاولة اللي غادي يضرب كرة برافو أميل الحوض تخرج كرة مرة أخرى أفقيري هذه المباراة اللي كتجمع هنا مباراة ديال النصف نهائي الجائزة الأولى اللي كتجمع ما بين تريبليت ادريس الشاوي من نادي ليسينبي وتريبليت المسلمي من نادي ستاد المغربي والنتيجة 3-0 لصالح تريبليت ادريس الشاوي المباراة ديال النصف نهائي الجائزة الأولى المحاولة ديال المسلمي ضربة ديال المسلمي ضربة موفقة تيخرج كرة الدور ديال بدر غادي يحاول بشي بوانتي محاولة ديال بدر برافو تيربح البوان بدر تيربح البوان إذن المسلمي في إضافة النقط النتيجة 3-0 لصالح تريبليت ادريس الشاوي محاولة ديال المسلمي المسلمي برافو المسلمي تيضيف نقطة أخرى هلا مسلمي حل إذا النتيجة تتغير تصبح 4 عند المسلمي 3 عند ادريس الشاوي إذا النتيجة فهي 4-3 4 عند تريبليت المسلمي 3 عند تريبليت ادريس الشاوي في هذه المباراة ديال النصف نهائي الجائزة الأولى كتجمع هنا ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي الكرة الحديدية عصبة الوسط محاولة ديال بدر حاول ندير الشاوي يربح البوان Thank you.
بدر بكاري شي ربح البوان عندو للأفقير إلى غير يضرب كورو فقط للإشارة في الدوري اليوم بمدينة سهلة كان ضمون الاتحاد الرياضي السهلاوي كيعرف مشاركة 120 ثلاثية من مختلف النوادي والعصابة المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية ويدير هذا الدوري كل من الحكم الزير والحكم حبيبة من عصبة الوسط لحد الآن كنلعبوا مباراة ديال نصف نهائي الحمد لله هذا مر الدوري منذ صباح هذا اليوم إلى الحد الآن في ظروف جيد جيدة وأخلاق عالية تسود ما بين جميع الممارسين للكرة الحديدية بصراحة ما سجلنا حتى شي مخالفة أو شي حاجة جميع المباريات دازت بجو رياضي أخوي ما بين جميع الممارسين وهذا ما نتوخاه وضربة موفقة للأمين الحوض وهذا ما نتوخاه من مباريات وجميع الممارسين للكرة الحديدية يعني روح رياضية أولا وروح رياضية ثانيا وروح رياضية ثالثا وروح رياضية أولا وأخيرا فهاد الكرة الحديدية لابد من رابح ولابد من خاسر ولكن ما نخسروا الصدقة بيناتنا ضروري خصنا نحافظوا عليها اليوم إلا ربحتك غدا أنت غتربحني يعني هادي هي الكرة الحديدية ما فيهاش فائز دائم وما فيهاش منهزم دائم او برافو ربيع ضربة موفقة تخرج كرة نتيجة 3-4 3 عند دريس الشاوي 4 عند تريبلت المسلمي مباراة ديال نصف نهائي الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي للكرة الحديدية ما فيها باش نعود نعطيكم التشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة للمسلمي من نادي الصدر المغربي كيلعب مع كل من بدر البكاري وأمين الحوض وتريبلت دريس الشاوي كيلعب مع كل من أفقري و رابع والنتيجة 3-4 3 دريس الشاوي 4 المسلمي ضربة موفقة ديال ربيع برافو تيخرج كرة النتيجة تتغير النتيجة تتغير النتيجة تتغير تصبح 7-3 7 عند المسلمي 3 عند دريس الشاوي في هذه المباراة اللي كتشمعكم هنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي للكرة الحديدية Thank you.
خرج حي القرعة من تما حي الحواجز حي له إذن نتيجة في 7-3 بعد تربيت مسلمي 3 اندريس الشاوي كرة ديال ادريس الشاوي تخرج خارج الملعب برافو ادريس الشاوي كيربح البوان نتسناوش غتموت ولا لا نذكر بالنتيجة فهي 7-3 عند تريبليت مسلمي 3 تريبليت ادريس الشاوي في هذه المباراة ديال النصف النهائي ضربة ديال الأمين الحوض موفقة تيخرج كرة كريم اضرب يلا يلا معلش يلا محمد يلا محمد اضرب مزيان وجهك يا محمد ضربة موفقة ديال افقيري تيخرج كرة برافو بدر كورة ولكن ما تتربش لما أظن باقي البوان تريبلت نادي الايسين بي محاولة ديال المسلمي ناري يضرب كورة برافو مسلمي تيخرج كرة
مرة أخرى في قهري غادي يضرب كورة. برافو فخيري تخرج الكورة. هو يجيب هاكم عندك نقول عليك الكورة يا ربي هذا معلم ربي يا صاحبي الاسباب هنا يا لا وعلاش ربي هو تذكر صوت الطرف ادخل البوتون نشدو غير البوتون ويلا ربي والله ما جوا قلبك تقلب على الاجل قول انت لا ما تضرب محاولة ديال مسلمي يربح البوان الدور ديال ربيع غادي يضرب كورة لما ربيع يضرب على البوان نقطة إضافية لصالح تريبليت نادي الصاد المغربي صباح 8 الصاد المغربي 3 نادي لايسان بي بدا المباراة تلعب على 13 مباراة تلعب على 13 هذه المباراة ديال النصف النهائي الدوري السنوي الرسمي المنظم من طرف نادي الاتحاد الرياضي السنوي الكرة الحديدية عصبة الوسط والمباراة كتجمع ما بين تريبليت دريس الشاوي من نادي لايسان بي وتريبليت المسلمي من نادي الصاد المغربي المباراة كيديرها الحكمين حكم زير من عصبة الوسط وكذلك الحكمة حبيبة من عصبة الوسط ضربة موفقة للأمير الحاود من أنيلي بوشون تخرج حكم المباراة السيد محمد الزير والتي قود المباراة أن عصبة الوسط حكم الميدان برافو بدر سيربح الكوان الان الدور ديال الربيع اللي غادي يضرب كوره برافو ربيع ضربه موفقه تيبقى كارو Thank you.
ريبريز ديال البدر كيربح لك واه مرة أخرى ربيع ربيع غادي يضرب على النقط كرة ديال ربيع تضيع نتيجة 8-3 نادي ستار المغربي 3 نادي ميسانبي مباراة ديال النصف نهائي الجائزة الأولى برافو فقيري تيخرج كرة برافو المسلمي كورة ديالو حتى البوشون كيربح البوان مرة أخرى عفقيري برافو عفقيري تيخرج كورة الآن دور ديال مسلمي مرة أخرى برافو المسلمي لاعب كيربح الكرة كيربح البوان هذه المباراة ديال نصف نهائي الجائزة الأولى اللي كتقابلنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي عصبة الوسط وكيعرف الدوري مشاركة 120 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكي المغربي للكرة الحديدية 120 ثلاثية من بينها 9 خارج العصبة مشاورات ما بين لاعبي نادي ليسانبي حول تدبير هذه المباراة إذن مرة أخرى الشاوي تنظن غادي يمشي يضرب كرة برافو الشاوي تيخرج كرة أمين الحوض برافو تيربح البوان النتيجة فهي 8-3 8 نادي ستاد المغربي 3 عند ليسانبي مباراة ديال النصف النهائي الدوري الثانوي جوج نقاط إضافية تغير نتيجة أصبح 10 ستاد المغربي 3 نادي ليسانبي النتيجة فهي 10-3 Thank you.
ضربة ديال ربيع ضربة موفقة هادشي خير شكورة. برافو بدر كرة بوشوني اذا الدور ديال الرابع مرة اخرى غيضرب كرة برافو ربيع تخرج كرة نذكر لكم النتيجة فهي 10-3 10 عند تريبريت المسلمي من نادي الصاد المغربي 3 عند دريس الشاوي من نادي ليصيمبي مباراة ديال نصف نهائي الدوري السنوي لنادي الاتحاد الرياضي السنوي للكرة الحديدية الجائزة الأولى. كرة ديال الأفقيري صداع وفقيري مرة أخرى برافو تيضرب كورة تخرج برافو مسلمي تيربح البوان الدور ديال دريس الشاوي تنظن غادي يضرب على البوان كرة ديال دريس الشاوي جدع ندخلو الحسابات الضيقة نتيجة 10-3 10 عند ستاد مغربي 3 عند تريبليت نادي ليصيمبي مباراة ديال النصف نهائي الدوري السنوي المقام هنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي للكرة الحديدية موسم 2022 مرة أخرى دريس الشاوي تنظن يضرب كرة غادي بوانتي الكرة الثانية ديال دريس الشاوي تضيع عندهم 10 في سكور عندهم 11 في الأرض باقي عنده دوبول عند أمين الحوض دوبول إلى زادهم غتنتهي المباراة برافو تزيد الكرة تزيد الكرة إذا 12 في الأرض كرة ديال المباراة كرة ديال المباراة عنده فيدو
برافو، تهدف النقطة وتنتهي المباراة بفوز تريبليت ستاد المغربي على تريبليت نادي ليسين بي. شكرا لكم على متابعة، تحياتي لكم من مدينة سلا، ونضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل إن شاء الله في من مدينة الدار البيضاء، والماراثون 24 ساعة كرة حديدية إن شاء الله. كونوا في الموعد، تحياتي لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.